السلام عليكم خوتنا، إن شاء الله تكونوا بخير، وإن شاء الله الجزائر دائما وأبدا ألف خير. فيما يخص مسودة الدستور، بوشايشي أعتقد دخل مرتين، في كلا المرتين يعني قال بأنه يرفض هذه المسودة، قال هذه المسودة لازم تحذف فورا، يعني تسحب مش تحذف، تسحب من الاستفتاء فورا. هذه الوثيقة، هذه المسودة لا تحتاج إلى نقاش. هذه المسودة يجب أن تسحب. لويزا حنون يعني في نفس السياق تدخلت باش تقول بأنه هذا المسودة مرفوضة والاستفتاء هذا مرفوض، وكان لازم أصلا ما يروحوش للاستفتاء. هو إن سيادة الشعب تتناقض كليا مع مشروع دستور. السؤال لماذا؟ لماذا لويزا حنون وبوشاشي دخلوا الآن؟ المسودة عندهم شحال من اللي حطوها، وعندهم شحال من اللي على بالنا باللي تبونا راح يدير استفتاء على الدستور. علاش؟ وعلاش عارضوها بهذه الطريقة؟ علاش في 2016 ما عارضوش بالطريقة هذه؟ تمازيغت لغة رسمية ثانية. بالعكس بوشاشي في فيديو موجود على الانترنت يجي يقول لك يعني بكل كيفاش يقولوا يعني بوجهه صحيح، يجي يقول لك احنا درنا الامازيغيه في الدستور كلغه رسميه وما يكفيش. هو يقول ما يكفيش، وضعنا في الدستور ان اللغه الامازيغيه هي لغه رسميه، ولكن هذا لا يكفي، لان لا يمكن ان نفرض تعليم الامازيغيه في تيزي وزو جاية ولا نفرض تعليم الامازيغيه في تلمسان ووهران والعاصمه. يعني انتم درتوها في 2016، اغتصبتوا الاراده الشعبيه في 2016 ودرتوا رايكم وقبلتوها، والان ترفضوا هذه المسوده جمله وتفصيل. مش ترفضوا المسوده، ترفضوا عرضها على الاستفتاء. السبب واضح خالص، السبب واضح، وهو انهم لا يريدون للمسوده ان تسقط بالاستفتاء، بكلمه الشعب. هم حابين الشعب هو يسقط المسوده، لانه اليوم اصبح واضح بانه المسوده رايحه تسقط بسبب الماده الرابعه اللي دارتها لويزا حنون ودارها بوشاشي. المطلب الأمازيغي هو مطلب كل الجزائريات والجزائريين. تعليم تمازيغ لا يمكن أن يكون اختياري، لا بالنسبة للتلاميذ ولا بالنسبة للأولياء، بل هو يجب أن يكون إجباري. المنظومة اللي كانت تخترق النظام، ولا تزال المنظومة اللي كانت تخترق النظام بقوة ولا تزال، ولو أنها ضعفت، هذه المنظومة هي اللي دارت المادة الرابعة. المشكل الحقيقي اللي عانت منه الجزائر هو مشكل المنظومة التي اخترقت النظام، وهذه المنظومة السيدة لويزا حنون والسيد بوشاشي هما يعني إحدى الأعمدة نتاع هذيك المنظومة، إحدى الأعمدة نتاع المنظومة اللي اخترقت النظام الجزائري. دعوني أوجه الشكر للجنرال توفيق. نعم، ميرسي مون جنرال، شكرا. وبالتالي هما ما راهمش حابين أنه المسودة تروح للاستفتاء والشعب يصفعها. على صحة على جال المادة الرابعة، كاع الهضرة تاع لويزا حنون وبوشاشي غير باش ما نروحوش للاستفتاء، ما تعطوش الكلمة للشعب. خلاصة واش قالت لويزا وبوشاشي، الخلاصة ما تعطوش الكلمة للشعب، هذه هي الحقيقة.
هذه هي الحقيقة. بوشاشي والويزة حنون رهم يقولوا ما تمدوش الكلمة للشعب 30 سنة وهما مسيطرين على الإعلام سيطرة شبه مطلقة، مسيطرين على الإعلام وعلى النقابات على التنظيمات الطلابية على الجمعيات، مسيطرين على الشركات وعلى الإعلام. اللي يهمنا الإعلام 30 سنة وهما يروجوا. الشعب الجزائري كله أمازيغ، الشعب الجزائري يحب الأمازيغية، الشعب الجزائري قبل الأمازيغية لغة وطنية ولغة رسمية، الشعب الجزائري راح يقرأ كاع اللغة الأمازيغية، اللغة الأمازيغية، الأمازيغ، الأمازيغ شيشناق، الأمازيغ شيشناق. 30 سنة في أول يعني أول كيفاش يقولوا أول ما خرجوا وجه وجه مع الشعب، وجه اللي وجه مع الشعب، شافوا باللي راح ياخذوا صفعة ما كاش منها كاع. ما أثار الجدل في المنصات بين الجزائريين هو إدراج اللغة الأمازيغية ضمن الأحكام الصماء، أي أن هذه المادة لا يمكن أن تتغير في أي تعديل دستوري في المستقبل تحت أي ظرف كان. 30 سنة هم يحاولوا يدجنوا الشعب الجزائري، لم يتدجن. علاش هذه المسودة؟ علاش أسقطوها النشطاء تاع الوسائل تاع الانترنت يعني تاع اليوتيوب والفيسبوك، هما اللي أسقطوا المسودة. علاش ما عارضها ولا تنظيم سياسي ولا رجل سياسي يعني من اللي نعرفهم ولا شخص عارض المسودة هذه بسبب المتعرض؟ ولا شخص يكذب عليه، كل واحد جاي ينمق يحاول يركب موجة الشعب أنه الشعب رافض المسودة، ولكن من دون أنه يجاهر بأنه يرفض المدرب. علاه؟ لأنهم كلهم صانعة المنظومة، كلهم صانعة المنظومة المتحكمة. أنا شخصيا أنا المسودة بالنسبة لي استفتي عليها الشعب وقال كلمته وانتهى. أنا يروحوا للاستفتاء ويزوروه ويجوز المسودة، يروحوا للاستفتاء وما يزوروهش وتسقط المسودة، ما يروحوش للاستفتاء، يمروا المسودة عبر البرلمان. أنا في كل الحالات هذه المسودة تاع 2020 سقطت بسبب، اسمعوني مليح، بسبب المادة الرابعة. وأي شخص يجي يقول لك بأن الشعب رفضها لسبب أو لآخر، لسبب الحراك، لسبب المادة مانيش عارف أنا تاع نائب الرئيس، لسبب خروج الجيش، يكذب عليك. هذاك الزنديق كذاب أشر. اللي يجي يقول لك كلام غير هذا ولا كلام كما هذا كذاب أشر. المسودة نتاع الدستور الجزائري تاع 2020 سقطت بسبب المادة الرابعة واللي الشعب يطالب بالاستفتاء عليها. هذه المادة اللي دارتها العصابة، دارتها عصابة بوشاشي والويزة حنون وجماعتهم، هذه المادة الشعب يطالب بالاستفتاء عليها، الشعب لا يطالب بإلغائها. احنا ضد اسقاط هذه المادة بدون العودة الى كلمة الشعب. لا نريد إسقاط هذه المادة بدون كلمة الشعب، الشعب هو اللي يقول الكلمة نتاعو، الكلمة الفصل في هذه المادة، ماشي التبون ولا الأعرابة ولا مسدور. مسدور كلامه يخليه عنده. المسودة عندها شحال من اللي خرجت، كان من الأول يهدر وقبل ما تخرج المسودة، الرجال هدروا قبل ما تخرج المسودة، قالوا واش راح يصرى وهاو الخيار تاعنا. نعم أم لا على دستور يرسم اللغة الأمازيغية؟ الجواب نعم أو لا. نتحداكم تديروا استفتاء من هذا النوع، نتحداكم كل القنوات الصحفيين ما يسمعوا فيها، نتحداكم أنكم تديروا استفتاء كما هذا، استفتاء مفتوح للجزائريين، أتحداكم. ولا
يعني الطرف ولا شخص ولا جهة ولا تنظيم ولا حزب ولا قناة ولا جريدة ولا صحفي قبل التحدي ودار الاستفتاء. شخصيا درت الاستفتاء وعطيتكم النتيجة تاعو، النتيجة تاعو فيها 94% من الجزائريين يرفضوا دستور يرسم الأمازيغية كلغة رسمية في للدولة. كاين صفحة أخرى أيضا دارت هذا الاستفتاء، هي صفحة ممنجل الزواف أعتقد اسمها، وصلت لنفس النتيجة وكان آلاف تصويتات، يعني في الصفحة تاعهم ولا في الصفحة تاعي كانوا آلاف تصويتات. أنا عندي وصلت أعتقد 13,000 تصويت وعندهم ثاني الرقم تقريبا نفس الشيء، يعني فايت 10,000 تصويت، نفس يعني النسبة 94% ضد الأمازيغية كلغة رسمية للدولة الجزائرية. هذه النتيجة يعني هذه النتيجة معبرة على توجه الشعب الجزائري وقناعاته. في نفس الوقت ولا حزب سياسي ولا رجل سياسي ولا تيار سياسي ولا يعني شخصية وطنية ولا شخص تبنى هذا الطرح اللي يعبر على الأغلبية. ومن بعد بداوا يلحقوا الصفحات، بداوا يلحقوا الاحزاب، وبداوا يلحقوا، ودركا جات الويزا والسي بوشاشي ومسدور جاهم الشان يهضروا على المسوده ويدافعوا على راي الشعب.